السلام عليكم يا شباب. النهاردة بنصور من مركز أبو الدهب، حمضية مصر، محافظة الجيزة. الستور طبعا، احنا النهاردة في الفكرة بتاعة التصوير ان احنا النهاردة كان عندنا كورس عاملين دورة طبعا تشخيص أعطال مرسيدس على الموديلات القديمة والموديلات الحديثة، الام بي 2 والام بي 3 والام بي 4. وطبعا هنا الاستضافة طبعا لمركز أبو الدهب، هو اللي مستضيف التدريب عندنا، وطبعا بيشتغل على العربيات اللي عنده، كنترولات والطابلو الموجود. ان شاء الله الشغل ما شاء الله شغل عالي. هنا طبعا احنا بنصور في الستور دلوقتي. الستور طبعا عندك اي حاجه محتاجها تخص الاكتروس موجوده، البلوف بتاعه الغيارات، بلف السريع والبطيء، بلف المشغل، كل ده موجود عند، عايز طاره الدريكسيون لوحدها موجوده، كنترولات ام سي ام تي سي ام، كنترولات القديمه بتاعه الموديلات القديمه، كنترولات الحديثه. طبعا تابلو كامل هنا لو حد عايز تابلو موجود. في عندك هنا البلوف الاكس موديليتور، سيرفو دبرياش، بلوف الفرامل كلها، دينامو مارش، بلف الدوسه، بلوف الدوسه، كنترول جي اس بتاع الفتيس طبعا مختلف باختلاف انواعه، شاشه ام بي 1 تمام، شاشات مختلفه الام بي 2 والام بي 3 موجوده تمام، كنترول الجيت اللي هو تحت الفتيس بتاعي، تحت كنترول الفتيس، كنترول الغيارات، سيرفو دبرياش. يعني ايه ما شاء الله، يعني اي حاجه ممكن تحتاجها هتلاقي متوفره هنا، وخاصه بما يخص الايه الجزء بتاع الكهرباء والالكترونيات اكتر شويه تمام. طبعا لو اي في اي استفسار يعني ممكن تكتب لنا في التعليقات ان شاء الله، ونستفيد مثلا بالرد بتاعنا، او عايز تشتري حاجه، عايز تسال عن معلومه تخص الشغل اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. مش هنطول عليكم عشان نبقى ايه يعني وصلنا الفكرة بتاعت الفيديو، وأي استفسار عنها إن شاء الله منتظر تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.